وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة العمل ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي وإلغاء العمل بنظام مزايا المطور. وأكد سموه حفظه الله على أهمية مواصلة تطوير الخدمات وتعزيز الحلول الإسكانية وتميز الخدمات التمويلية الإسكانية المقدمة وبجودة عالية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود منهم، مشيرا سموه إلى أن المواطن هو هدف عملية التنمية وغايتها باعتباره المحور الرئيس الذي توجه إليه كافة المشاريع والخدمات، وترسم من أجله السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية المنشود تنفيذها.